اهلا بيكو، فاكرين الفيديو ده؟ في كورسات اكسل كتير على الانترنت، بس انا فكرت ان انا اعملها بشكل مختلف. هنعملها زي دبلومه، هتبقى 4 مستويات. المستوى الاول اللي هو المبتدئين او البيجنر، هيكون ازاي تتعرف على بيئه الاكسل وتعمل داتا انتري، وهقول لك على شويه تريكات واختصارات تخلي الداتا انتري بالنسبه لك اسرع واسهل. المستوى الثاني او مستوى متوسط اللي هو السيمي ادفانسد، ده هنتعرف بيه على بعض المعادلات واهم المعادلات اللي موجوده في الاكسل. احنا النهارده بقى مع بعض هنبدا المستوى الثاني. دلوقتي احنا خلاص في الجزء الاول من الكورس اتعلمنا ازاي ننقل عمود، ازاي تلون عمود، ازاي تعمل فورمات للداتا، كل التنسيقات اللي هنا ممكن، حتى التصفية والترتيب اخدناه. نيجي بقى نبتدي نشتغل ازاي بقى نطلع تقارير، وازاي نجمع ونطرح ونستخرج البيانات او المعلومات اللي احنا عايزينها. لما تيجي تشتغل بقى على جدول زي مثلا اللي قدامنا ده او ايا كان الجدول، وعايز تجمع كولوم بالكامل، مش هينفع طبعا اللي انت تعمل يساوي وتعلم على خلية خلية، لان احنا بنستخدم الاكسل عشان يسهل علينا. ازاي اجمع كولوم كامل زي ده؟ هنلاقي هنا من هوم، هتلاقوا في حاجة هنا شكل السيجما دي، لو دوستوا على السهم الصغير اللي جنبها هتلاقوا فيه عندكم هنا معادلات كتير، في كلمة سم، افريج، كاونت، ماكس، من. يعني ايه الكلام ده؟ لو انا عايز اجمع عمود زي ده، كل اللي انا بعمله ايه؟ بقف في المكان اللي انا عايز النتيجة فيه، وبروح على الايقونه دي وادوس على كلمه صم. هتلاقوا لو اخدت بالكم هو كتب كلمه صم وفتح قوس وعمل من دي 2 لدي 11، اللي هو ايه؟ اول خليه انا عايز اجمعها اللي هي دي 2 لغايه دي 11 اللي هي اخر خليه هتتجمع. هو كتب كلمه صم اللي هي جمع في الاكسل، وهنفتح القوس، وراح فاتح القوس وراح عامل لك سيلكت على الايه؟ الكولوم اللي انت عايز تجمعه او الخلايا اللي انت عايز تجمعها، كل ده بضغطة زر، وبعد كده تدوس انتر، هتلاقيه ادالك الاجمالي على طول. كل اللي انا عملته ايه؟ وقفت في المكان اللي انا عايز اطلع فيه النتيجة، ورحت على صم دي ودوست على اول اختيار، هو عمل كل حاجة لوحده، وكل اللي انا عملته دوست ايه؟ انتر. تمام. طب ايه اللي بعد صم ده، او ايه اللي موجود مع صم ده في الايقونة دي؟ هتلاقي كلمة افريج. يعني ايه افريج؟ يعني هو لو انت عايز متوسط الرواتب مثلا اللي قدامك في الكولوم ده، نفس الفكرة برضو، كتب افريج وعمل سيلكت انتر، هيطلع لك الايه؟ المتوسط اللي هي 5500، ده متوسط الايه؟ اللي هو مجموعهم على عددهم. نفس الفكرة هنا برضو، هتلاقي الكاونت. الكاونت دي عبارة عن ايه؟ احنا لما عملنا صم هو جمع كل القيم، فطلع لك 55000 جنيه اللي هو ايه؟ ده اجمالي القيم كلها. لكن لو انت علمت على كاونت، لو دوست على كاونت نمبر، هتلاقي الناتج بتاعه 10. هو ايه 10 ده؟ هو عدد الايتم ده او عدد الرواتب ده، 1 2 3 4 5. يبقى كاونت بتعد مش بتجمع، غير صم خالص. يعني دي 10، لو اخدت بالكم دي 55000، ده بيجمع القيم، لكن كاونت بتعد 1 2 3 4 وهكذا. تمام. اللي بعد كده في عندك اللي هي الماكس والمين، هو بيقول لك اعلى قيمه موجوده واصغر قيمه موجوده. يعني انا لو جيت وقفت هنا ودوست على ماكس، هيجيب لي اعلى قيمه موجوده اللي هي تقريبا ال 10 ايه؟ 10000. لو دوسنا هتلاقي اللي هو ايه؟ ال 10000. ونفس الفكره لو رحنا على المين اللي هي المينيمم، لو دوسنا عليها هيطلع لك اصغر قيمه اللي هي الايه؟ ال 1000. ده بالنسبه للعمليات الحسابية أو المعادلات البسيطة اللي احنا نقدر نعملها بضغطة زر من الأيقونة بتاعت صم دي. في نقطة مهمة جدا، بعد ما تعلمنا مع بعض الفلتر وصم، احنا تعلمنا ازاي نعمل إجمالي مثلا لعمود زي ده، بنروح على صم بندوس انتر، وتعلمنا ازاي ان احنا نعمل فلتر لأي بيانات عندنا. لو كتبنا هنا مثلا الإجمالي، لو أخدنا بالنا هنلاقي إن الإجمالي بتاع قيم العمود كلها 55000 جنيه. تمام؟ 55000 جنيه. لكن لو جينا عملنا هنا فلتر، مثلاً عايز أظهر الرواتب بتاعت إبراهيم وأحمد مثلاً وخالد، وأظهر معاهم الإجمالي، وأدوس أوكي، هتلاقي برضو إن هو مديلك الإجمالي 55000 جنيه، مع إن البيانات اللي ظاهرة التوتال بتاعها بس 14000 جنيه. ازاي ان انا اخلي بعد ما اعمل الفلتر يغير لي الاجمالي ده بناء على القيم اللي ظاهره؟
ساعتها انا ما بستخدمش دالة سم، بستخدم معادلة تانية او دالة تانية اسمها سب توتال. بتعمل ايه سب توتال؟ بتتغير مع تغير البيانات، يعني انت زودت حاجة، عملت فلتر، مسحت حاجة، يديك الناتج النهائي للبيانات اللي ظهرت. ازاي بنعملها مع بعض؟ زي اي معادلة في الاكسل اللي بتبدأ بيساوي، ونكتب سب توتال اهي ونختارها هنا، بتدوس تاب من الكيبورد او بتدوس دبل كليك على اسم المعادلة. اول ما بتدوس دبل كليك هتلاقي فيه ليست كده فتحت على اليمين فيها اسماء معادلات اصلا، يعني هتلاقي فيه الافريج والكاونت والماكس والمين، وهتلاقي في رقم 9 صم. ليه كل المعادلات دي جوه سب توتال؟ زي ما بقول لكم المعادلات دي بتبقى ثابته زي ما عملنا مع صم كده، لما عملنا الفلتر برضو فضلت ثابته القيمه الاجماليه، لكن عشان يبقى فيها مرونه وفلكسبيليتي كده تاخد وتدي مع البيانات بتاعتك، بتختارها جوه معادله سب توتال. كل اللي انا عملته دوست يساوي وكتبت ايه سب توتال واخترتها هنا، يا دبل كليك يا اما تاب من الايه الكيبورد، هيظهر لك الليست ده. هتدور على صم هتلاقيها رقم 9، يا اما تدوس على صم دي دبل كليك يا اما تكتب 9 من الكيبورد، ساعتها هو هيختار لك الداله بتاعت صم. وبعد كده نعمل الفصله. لو انا عملت الفصله دي، وخلي بالكم بصوا في نقطه مهمه قوي عشان كلنا بنقع فيها، بصوا دي المعادله، شايفين الشرح ده؟ ده بتاع ده المعادله. لو انا جيت عملت الفصله العاديه دي ولقيت ان المعادله ما نقلتش على الاختيار الثاني، يبقى انا الجهاز بتاعي مش محتاج الفصله دي، محتاج الفصله المنقوطه. بص اول ما اخترت الفصله منقوطه راح ناقل من فانكشن نمبر للايه للريفرنس بتاعها، تمام؟ نركز قوي يعني، بص انا هاي دلوقتي هي معموله اكتيفيت او بول على الفانكشن نمبر اللي هو الفانكشن نمبر اللي هو الاختيار الاول. لما عملت الفصله العاديه او الكوما العاديه ما نقلش الناحيه الثانيه، يبقى انا الجهاز بتاعي محتاج ايه اللي هو السيمي كوما او اللي هي الفصله المنقوطه دي عشان ينقل على الاختيار الثاني، تمام؟ بعد ما كتبنا 9 وعملنا الفصله بنعمل سيلكت على البيانات اللي احنا عايزين نعمل عليها الجمع، اللي هي من دي 2 من اول محمد لدي 11 اللي لغايه حمدي. وبعد كده نقفل القوس هيبقى سب توتال، وبعد كده القوس كتبنا 9 الفصله بتاعتنا، وبعد كده سيلكت على البيانات ونقفل القوس وندوس انتر، تمام؟ هو مديك هنا دلوقتي 55000 جنيه ده الاجمالي. لما نيجي نعمل هنا فلتر على مثلا ابراهيم واحمد ونظهر معاهم الاجمالي، هتلاقي على طول اتغير الاجمالي معاك بناء على الداتا اللي ظاهره. لو انا اظهرت مثلا معاهم خالد هتلاقي على طول التوتال بيتغير غير داله صم خالص. كل اللي انا عملته ايه؟ يساوي صب توتال واخترتها، وبعد كده دوست 9 فاصله، وبعد كده عملت سيلكت على البيانات بتاعتي وقفلت القوس ودوست انتر، وبعد كده تعمل الفلتر اللي انت عايزه هيديك الناتج بتاع البيانات اللي ظهر. ده الفرق اللي ما بين معادلة صم ومعادلة سب توتال.